احنا النهارده موجودين في محافظه الفيوم في واحد من المؤتمرات الانتخابيه للمرشح الرئاسي فريد زهران، والحقيقه المؤتمر ده بيجي ضمن مجموعه من المؤتمرات والفعاليات اللي اشتغلنا عليها الفتره اللي فاتت. يعني احنا كنا في اسكندريه وفي المنوفيه وفي اسيوط، امبارح كنا في البدرشين في الجيزه، النهارده احنا موجودين هنا، بعد كده هيبقى فيه ان شاء الله في اسوان، هيبقى فيه في ادفو وفي اسوان، وهيبقى فيه في اطفيح، وان شاء الله يكون فيه مؤتمرات اخرى قادمه. وطبعا ده بيجي في اطار ان احنا عايزين ان احنا نبقى دايما قريبين من الاهالي وبنتكلم معاهم، بنوصل لهم برامجنا ووجهات نظرنا. احنا النهارده متواجدين في محافظه الفيوم في اطار جولاتنا الانتخابيه في كافه محافظات الجمهوريه، وهنتوجه في يوم 22 و23 لمحافظه اسوان استمرارا لجولات الصعيد، ثم نعود للوجه البحري والدلتا عندنا في محافظه الغربيه، ونتوجه لأطفيح. عندنا جولة متنوعة في المحافظات الفترة اللي جاية. يعني أنا وزمايلي كلنا بنجهز للمؤتمر من يعني أسابيع فاتت، كنا حريصين جدا على تنوع المواطنين، يكون في شباب ويكون في ستات ويكون في ناس مهتمة تيجي تسمع الكلام اللي احنا هنقوله. الحقيقة كنا مهتمين بناس تيجي تسمع القضايا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتلمسهم. المحاور اللي الاستاذ فريد زهران شغال عليها، سواء المحور السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، محاور جيده جدا، وعشان احنا مقتنعين بالموضوع كله ماشيين في كل مؤتمرات. امبارح حضرنا في البدرشين، قبليه في اسيوط ثلاث مؤتمرات من ضمنهم ساحل سليم. كويس ان انتم مهتمين بانتخابات الرئاسه، وباذن الله تكون انتخابات موفقه ونخاطب الطبقات الاكثر فقرا والناس المستضعفة والمهمشة واللي محتاجة فعلا انها تخرج من الأزمة اللي هي فيها دلوقتي.